بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. التفتوا إلي وأخلصوا يا جميع قاسي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر، يقول الرب. افرحوا بالرب وابتهجوا أيها الصديقون واهتفوا يا جميع المستقيم القلوب. معكم سرية. أنا شفت المسيح كتير وحكيت لكم كتير. النهاردة الجزء 34 المظالي الإلهية وقوة العلي تظللك مع رؤية جديدة. عرفنا في الجزء اللي فات من الرسالة في الجزء 33 ميراث في النور إن الله هو حافظ الكل، يحفظني في المحبة وفي النعمة وفي النور. هو راحم الكل برحمه الأبدية، هو معين طالبيه بنعمته، هو النور للكل والنور هو الحق. يا ترى انا عايزة بس عطاياه ولا عايزة معرفته بصفة شخصية؟ انا عايزة ينور حواسي وقلبي، عقلي وروحي، يعني كل الكيان، يرفع عقلي وإدراكي بالمعرفة، تستقيم روحي للاتحاد بالنور والحق، يعني اتحد بيه، ويرحمني برحمته ويعني بنعمته، ويحفظني في مظاله الإلهية في المحبة، يعني يحفظني فيه للأبد. وألاحظ إن عيون الكاروبيم بتمثل المعرفة، والنعمة هي المعونة الإلهية، والنور هو الحق، المحبة هي الوصية، محبة الله ومحبة القريب. المحبة هي تكميل الناموس، المحبة أصل القداسة والعدل والبر والأمانة والصدق، لأن الله محبة. المحبة هي لغة العلاقة الإلهية. العلاقات الحقيقية تتبني على الحب وأساسها احترام الوصية، يعني طاعة كلام من تحب، وغير ذلك تزييف. اللي يحب يعرف ربنا وولد من الله. اللي يحب يسلك في النور، والذي لا يحب يسلك في الظلمة، والظلمة أعمت عينيه. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. اسعى أن يزداد حبك لربنا وللناس عمق. أنا بشبع بحبه ليا لأنه أحبني أولا، بشبع بمحبة الله الفائقة المعرفة. كل ما الحب يزيد عمق، كل ما رغبتي أن أعيش في القداسة والبر والتقوى تزيد، وتزيد كمان قدرتي على عمل الخير والصح دايما، حتى لو كان هذا الصح ضد التيار. ينبوع الحب اللي جوايا بيديني أن أحب وأعمل وأعيش، أعيش الإيمان العامل بالمحبة. في المحبة، في قدس الأقداس، في عرش الرحمة، بتتغير تلقائيا. فاكرين الحيوان اللي شال التابوت اتغيرت طبيعته في صمويل الأول 6؟ البقرتين المرضعتين اللي شالوا تابوت العهد صاروا باستقامة، ناسين الطبيعة الجسدية والنفسية، تركين أولادهم البقرتين اللي بيرضعوا منهم ومشوا باستقامة. اللي يشيل ربنا بصدق ويحمل العهد، يعني حافظ على العهود وحامل النور بصدق، هتتغير طبيعته، مش بقدرته، ده بيجي تلقائيا. ربنا في حضرته وانت ساجد في قدس الأقداس بتتغير طبيعتك. قدس الأقداس هو مكان استقبال الروح وسكيبه، مكان استرداد ميراثك السماوي. انت ميراث المسيح، والمسيح كمان ميراثك. في العرش استقبل حافظ الكل، يحفظك في المحبة ومعرفته، يحفظك في النور في الحق، يرحمك برحمته ويعينك بنعمته. في هنا انطلاقة روحية فوق الطبيعة، فوق الزمان، فوق المكان، فوق مكان سكنك في جسدك. في العرش في باب نور عجيب بيتفتح جواك، وأبوابك حجارة بهرمانية. فاكرين في أشعية في مراحل الطريق الروحي الجزء 6؟ تعالوا نحاول نبص للشمس الساطعة المنيرة حتى نستطيع أن ندرك مع جميع القديسين مجد وجلال الله، وفيها نتعرف على أهمية معرفة الله. المسيح قال وعرفتهم اسمك وسأعرفهم، ليكون فيهم الحب اللي أحببتني به، وأكون أنا فيهم وسأعرفهم. ولسه مازال في معرفة، تعرف المحبة الفائقة المعرفة، يعرفنا بسر مشيئته حسب مسرته. إذا عرفنا المسيح فهمناه وأدركناه، هنا الحكمة.
ولما بشوفه بثقة ويقين هنا الإعلان، وبحبه الشخص مش لأعماله، واختبر الحياة معاه هنا المحبة، واتحرك بالإيمان العامل بالمحبة بحسب ما صارت مشيئته هو. بولس الرسول بيقول في أفسس 1: لا أزال شاكرا لأجلكم، ذاكرا إياكم في صلواتي كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة، يعني الفهم والإعلان، يعني أشوفه في معرفته. وهنا أهمية معرفته، معرفته الاتحاد بيه، مستنير عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته اللي عمله في المسيح. إذ أقاموا من الأموات وأجلسوا عن يمينه في السماويات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدمي، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة اللي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. الكنيسة هي ملؤه وهو كل شيء ليها، وهو يملى الكل، هو الرأس والكنيسة الجسد. المسيح يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، يعني في جسده الكنيسة. صار المسيح اللي حل فيه كل الملء، صار مصدر لكل البركات والقوة والنعم والمجد والمواهب والسلطان اللي في الكنيسة. وبكده تصبح الكنيسة اللي جواك واللي براك شريكة لسيدها حتى تستطيع أن تتمم عمله المبارك في هذا العالم. وما تنساش في كنيسة جواك وفي كنيسة براك اللي هي الكنيسة بتاعتنا كلنا. كل ده حصل لحسابنا إحنا، يعني لحساب كل مؤمن، فينعم بهذه الإمكانيات في المسيح، يعني خلال ثبوته في قاعده وفي جسده، وعلى أساس تقبل كل واحد منا من المواهب والنعم اللي تكمله هو في ذاته، وتؤهله للتكامل مع الآخرين لبلوغ الكل المتحد لبناء الجسد ليبلغ إلى قامة ملء المسيح. يعني تصير الكنيسة هي التعبير الكامل للمسيح، وكما ملأ المسيح بلاهوته جسده اللي أخده من العذراء مريم، هكذا هو الكل يملأ كل فرد في كنيسته، وكما اتحد بجسده هكذا يتحد بكنيسته ويملاها ملءا كليا. ولكنها لا تحد، الله لا يحد شيء ولا حد، يملاها بمواهبه وبروحه وبوجوده الذي لا يحد. الابن مملوء نعمة وحقا، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا. الكنيسة تتملي نعمة وحق. الابن مملوء نعمة وحق، وبقولها تاني، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا. الكنيسة تتملي نعمة وحق. إذن اهتم بنقاء مراية كيانك علشان تلقائيا نتغير، وبنقاء مراية الكيان تلقائيا نعكس صورة المسيح تلقائيا ندوب فيه، يظهر هو وإحنا نختفي. الأحجار الكريمة اللي جواك في كنيستك وكلمنا عنها كتير تلمع وتزهو وتتلألأ بنور القدوس الحي الأبدي. عايز أعرفه أكتر وأحبه حب حقيقي، مش علشان عطاياه، علشان شخصه. أنا منبهرة ومقصورة بجمال وجلال ربنا، وعايزة أقول أنت أبرع جميل من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الأبد. خلينا واثقين في محبة الله لنا وقدرته العظيمة، هو القادر على كل شيء. وجهادنا هنا مش ضد العالم ولا إبليس ولا خطية وموت، كل ده انتهى، لكن جهادنا هنا في الجهاد الذي يقودنا إلى أن نبصر الله في مجده وبهائه وقدسته. ده الاجتهاد في معرفة وإدراك الله بمحبة. طيب تعالوا نشوف رؤية أشعياء النبي اللي ظهر السيد المسيح لأشعياء النبي بس في الهيكل. أشعياء النبي قال: رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأزياله تملى الهيكل، والسرافيم واقفين فوقه، لكل واحد 6 أجنحة، باتنين يغطي وجهه واتنين يغطي رجليه واتنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس 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 رب الجنود، مجد ملأ كل الأرض.
اهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا، فقلت: ويل لي، إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. فطار إلي واحد من السرافيم بيد جمرة قد أخذها بملقط من على المذبح ومس بيها فمي وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. ده بالظبط زي التناول من جسد الرب ودمه الداخل من باب فمي، فينتزع اسمي ويكفر عن خطيتي، والأكتر كمان في العهد الجديد يتحد بيا ويثبت فيا وأنا فيه. وكمل إليشا أشعيا النبي وقال: قد سمعت صوت السيد قائلا: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت: ها أنا زي أرسلني. وبيتكلم هنا ربنا بصيغة الجمع يعني الثالوث: من يذهب من أجلنا؟ وشيء رائع إن أشعياء النبي يستمع للدعوة ويستجيب لها. يا رب نكون مستعدين للاستماع لصوت ربنا ودعوته، ومستعدين إن احنا نعمل معاه في بناء الملكوت، ونردد مع أشعياء إذ يدعونا عندما نكون مستعدين معلنين: ها أنا ذا ارسلني. عايزة أقول كمان مسألة وجود الكروبيم عند أو في قبر السيد المسيح ووجود السرافيم في رؤية أشعياء النبي مش بالصدفة. ربنا أمر موسى أن يضع ملاكين على غطاء تابوت الشهادة يعني تابوت العهد في قدس الأقديس، ويكون الكروبين باسطين أجنحتهما إلى فوق مظللين بأجنحتهما على الغطاء. وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء من بين الكروبيم اللذين على تابوت الشهادة. إذن تابوت العهد يشير للعرش الإلهي الذي تحيط به مظلة الكاروبيم. من أيام موسى النبي لأشعياء النبي لحزقيا للنبي في العهد القديم، ده مش صدفة. وكمان من أول الخليقة في سفر حزقيا يقول الرب لزهرة بنت الصبح: أنت الكروب المنبسط المظلل وأقمتك. هو ربنا محتاج لمظلة يا جماعة، وإيه فايدتها؟ المظلة تحمي من المطر أو من الشمس، لكن الرب لا يحتاج لمثل هذه الأمور. إنما يمكننا أن احنا نفهمه عن مظلة الكاروبيم فوق العرش الإلهي هو إنها لا تحمي العرش إطلاقا، لكن بتعكس المجد والبهاء الصادر عن الله لتباهر به الخليقة المتطلعة نحو العرش، زي ما بتحاط المصابيح والكشافات المتقدة بالنور بمظال. طب احنا بنحوطها ليه بمظلة كده؟ علشان تعكس ضوءها. اللي عايز اقوله لك النهاردة ومهم: اصنع بايديك المرفوعة للسماء وعينيك الثابتة على الاله القدوس وفمك الناطق بالتسبيح مظلة. مظلة يحل عليها الحضور الالهي وتعكس بهائه ومجده وجماله ونوره. ولما هو يحل على المظلة ويلمسها بحد بطوبه وأزياله السماوية، بتبقى بحر بلور قدامه يمشيك عليه وتلبس ثوبه. يعني تلبس ثوب الملك وبيمين القوة يظللك. طيب قلنا عن المظال في مراحل الطريق الروحي جزء 7 إن عيد المظال يعيد به 7 أيام ويرمز للحياة الأبدية، ويخرجوا من بيوتهم ويسكنوا في مظال مغطى بفروع الزيتون والأشجار الخضراء. والعيد ده إشارة لحلول الله الدائم وسطهم، وطبعا حلول الله في وسطينا بصفة مستمرة دي فرحة لا يساويها فرحة وبهاء ومجد فوق الوصف وفوق الخيال. طيب في العهد الجديد فين المظال؟ قد تحقق هذا العيل في صورة أكمل وأعمق حين تجلى السيد المسيح حيث كان يصلي على جبل طابور أمام 3 من تلاميذه، إذ رأى بطرس الرسول الحصاد الحقيقي قد تم الظهر المسيح في بهاءه ومجده وجماله وحواليه موسى النبي وإيليا النبي.
فهم بطرس إن ملء حضور الله مع البشر قد تحقق بالمسيح، وإن يسوع المسيح يسمح للبشر بالدخول في المجد الإلهي، يدفع هذا الكشف المنبهر المبهر بطرس اللي التفوه بكلمات تفوق حدوده لأنها تصل إلى أبواب الملكوت. اشتهى بطرس أن يقيم عيد مظال لا ينقطع، سائلا السيد المسيح أن يصنع ثلاث مظال للمسيح والموسى والتالتة الإلية لكي يبقى التلاميذ في هذا العيد أبديا. خطب بطرس يسوع وقال له: يا رب حسن أن نكون ها هنا، فإن شئت يا رب نصنع هنا ثلاث مظال. فرح بطرس بالمجد وكان عايز يستمر فوق الجبل قدام هذا البهاء والجلال على طول للأبد، مش عايز ينزل للتعب، وكأنه لا يريد أن تنتهي هذه اللحظة ويريد أن يتوقف الزمن هنا ويدخل في الأبدية من الآن. طبعا بطرس عنده حق، هو مين يشوف الجمال ويقول أسيبه وأمشي؟ إذ غمام نير قد ظللهم، غمام نير يعني سحابة منيرة علامة حضور الله وظهوره الإلهي، لكن السيد المسيح أرسل مظلة سماوية من عنده هي سحابة منيرة ظللتهم لكي يسحب قلب التلاميذ للعيد الأخير. حين يأتي السيد على السحاب لا ليقيم لهم مظال أرضية، بل يدخل بهم إلى حضن أبيه، وقد دعا رب المجد الحياة الأبدية المظال الأبدية، وكان إنه عايز يقول لنا كلنا لن ترتفع النفس على قمة جبل طابور، وطابور لفظة يونانية يعني المرتفع، وهي أيضا معناها النور والبهاء. لن ترتفع النفس للتمتع برؤية عرسها في النور والبهاء ما لم تحمل في داخلها: واحد إيمان بطرس، رحمة وحنان ومحبة يوحنا، ثلاثة جهاد يعقوب متتبع خطوات الله ووصايا الرب والشريعة في موسى، وموسى يعني الخارج من مية العالم اللي مات وترتفع بروح قوة إيليا يعني الروح القدس اللي صعد حي للسماء، والتمتع بمجد المسيح يظهر في الإنسان المصلي الكاهن والملك. وفاكرين كمان عمودي يكين في اليمين وبوعز في الشمال في الهيكل، يعني الله يقيم ويثبت أعمدته في هيكله بقوة وعزة. يعني بترتفع النفس الحاملة الإيمان العامل بالمحبة المجتهد يعني المتحرك بقوة الروح القدس والوصية لنور وبهاء وجمال الملك الأبد. إحنا مدعوين للتغيير والتحول وتجلينا الحقيقي يكمن في الحياة حسب إرادة الله، والسير حسب وصاياه وشرائعه بحسب مسرة مشيئته، وبأكد بحسب مسرة مشيئته، حتى تنفرد هذه النفس بالمخلص فترى نوره وجماله وبهائه، يقيمها ويثبتها بقوة وعزة، وتلبس توب وتوب الملك انتم ملوك وكهنة. كان الجبل بيرتبط كمان بمكان الاقتراب الى الله والتلاقي معه حيث يكشف عن نفسه، وبيمثل حاليا الكنيسة ومكان استعداد الانسان لسماع اقواله تعالى في تسبيح وحمد في اليوم السابع يوم العيد، والعيد هنا عيد المظال. على قمة جبل النور والبهاء جاء الرب يسوع سيد العهدين ووحد بينهما، العهد القديم اللي تلقى نبواته وأسراره، والعهد الجديد اللي أظهر مجد أعماله. وتشير عبارة تجلى اللي معناها تغيرت الهيئة، كان مجد المسيح يستتر بناسوته اتضاعا، لكن عند التجلي ارتفع الحجاب مظهرا قليل من مجد وبهاء يسوع الأزلي الأبد. التقى الناموس والأنبياء مع مشتهى الأجيال فوق كل حواجز الزمان والمكان في لقاء يحوطه مجد الآب في بهاء، في سيمفونية الخلاص والفداء، في حديث مملوء بالرجاء عن خروج الكلمة الفادي والمخلص المرسل من السماء ليصنع خلاصا كاملا في أورشليم مكان الرسل والأنبياء. هو سيد الأموات والأحياء وسط الأحباء، على جبل التجلي جبل المجد والبهاء اجتمع الكل حول شخصه، اجتمعت الأزمنة انطلاقا نحو الأبدية بمعرفة يسوع المسيح من الله الوحيد الآتي من العلاء.
ازداد خوف التلاميذ لما سمعوا صوت الله الآب يكلمهم، سقطوا على وجوههم. لقد شعروا في تلك اللحظة الرهيبة شعور عميق بأن يسوع مش نبي على مثال موسى وإيليا فحسب، ده هو ابن الله، وبأن مقامه يفوق عن مقامهم هو بما لا يقاس. المسيح قائد النور والخلاص الأبدي اللي خلص خرافه اللي نقى ودشن وكرس وختم هيكله إحنا وسطر علينا إحنا جسده بدمه الغالي الثمين. موسى وإيليا ممثلوا العهد القديم، بطرس ويوحنا ويعقوب ممثلوا العهد الجديد، الأموات والأحياء بيحتفلوا بالذبيحة المقدسة قبل التقدم لذبيحة الصليب لإعلان الخلاص لكل البشرية. المسيح وحده هو الذي يستطيع أن يحقق ملء رجاء سكوت ويشبع القلوب ويقود كل إنسان للحضرة الإلهية في عيد المظال الإلهي. دي سعادة، سعادة شاملة. ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بالثمر ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الإب كل ما طلبتم باسمي. تعالوا في سفر الرؤيا إصحاح 21. صحيح اتكلمنا كتير عن أورشليم السماوية، لكن النهاردة أنا عايزة أركز على عدد 22 و23. ولم أرى فيه هيكلا لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها، هو والخروف يعني اللاهوت والناسوت. والآن الله ساكن مع شعبه، بل هو فيهم وهم فيه، فلا حاجة لوجود هيكل بعد هذا الاتحاد. لقد صار لقائنا مع الله على مستوى الوحدة في نقاوة، فأنت داخل الله نفسه، أنت داخل الله نفسه. في يوحنا 2 لما المسيح طرد السيارفة من الهيكل وقال انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه، أما هو فكان يقول عن هيكل جسده. يبقى جسد المسيح هو الهيكل وإحنا كمان هيكل، أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. يبقى لما تبقى هيكل يقدم الصلاة بنقاء في تسبيح وحمد تلتقي مع هيكل المسيح يرفعك للمجد والبهاء والجمال. فاكرين الجزء الأول لما المسيح أخذ قلبي وحطه جوه قلبه، قلبي يختفي في قلب الله ويظهر هو وحده. يا جماعة أنت مش ساكن في ستر العلي فقط ولا تحت جناحيه في مظاله فقط، أنت ساكن في الله نفسه جواه. أنتم جسده، هل إحنا مقدرين دي؟ أنتم هيكل وفي هيكل الله نفسه أنت ساكن. في يوحنا 15 بيقول اثبتوا فيا وأنا فيكم، كما إن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. بهذا يتمجد أبي، بإيه؟ أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي، وكما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، اثبتوا في محبتي. علم نفسك كمان أنك تسقط قدام الله، اسكت قدام السيد الرب لأن يوم الرب قريب. سكت كل الكيان، اسكت لأن أمامه يسد كل فم ومفيش كلام يتقال. اسكت عشان تسمع صوته هو العظيم العال. اسكت وتفرج ولاحظ إيده، لاحظ عمله، هو قدير عجيب جبار. اسكت لأن الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، تظللك. اسكت عشان تشتغل وتعمل اللي ربنا عايزه منك مش اللي انت عايزه، وتعمل بالإيمان العامل بالمحبة. علمونا الآباء والكنيسة إن احنا نردد صلاة يسوع بصفة مستمرة، يعني في جملة صلاة نرددها على طول وفي كل الأوقات بالليل أو في النهار. بالنسبة لي أنا دلوقتي الصلاة اللي برددها وبحبها هي التسبيحة اللي أنا بقولها في آخر كل جزء، أرفعك أسبحك أباركك أشكرك يا إله العظيم، وطبعا كلنا عارفينها وبقولها لحد الآخر. الحقيقة أنا شفت رؤية، الرؤية دي كانت في أوائل شهر سبتمبر سنة 2020، وده وقت عيد المظال. الحقيقة في الرؤية دي المسيح جايبني بمشي
أنا ماشية من البيت لحد الكنيسة، ودي حوالي مدة 20 أو 30 دقيقة، وبردد التسبيحة دي، وكل ما بتخلص برجع أقولها تاني وهكذا. وده حقيقي اللي بيحصل، إن أنا وأنا رايحة الكنيسة بعمل كده، يعني مش بس في الرؤية بس، واحد واضح إن هو مركز على الحتة دي. بفضل أرددها وأبدأ من أول وجديد لحد ما وصلت لباب الكنيسة الخارجي. كمان لما بنفتح باب الكنيسة الخارجي، إحنا عندنا مدخل للكنيسة طويل. الأول في الكنيسة لما كنت يعني بحكيت لكم قبل كده في الرؤى، إن أنا كنت بشوف النور، إن أنا كنت بكلم المسيح. لكن النهاردة هو عايز يركز معايا على مدخل الكنيسة، وأنا داخلة في مدخل الكنيسة. إحنا الحقيقة المدخل ده طويل شوية قبل ما بنوصل للكنيسة، الباب الخشب بتاع الكنيسة. ففي المدخل بنيجي قدامها وبنفرش سجادة خضراء، هي مش سجادة، هي عبارة عن حاجة عاملة زي العشب الصناعي لونها أخضر، وفردينها في المدخل كله. ومن فوق في شوية حاجات، فأنا كنت باخد على عواميد كده من فوق خشب، وكنت بلفها كلها بالفروع الخضراء زي كده عيد المزار. وكنت لما بدخل وبعدي في الحتة دي كنت دايما أقول له: إمتى يا رب ندخل مظلك الأبدية؟ هو برضو جابني في الرؤية كده. أول ما خلص المدخل وبفتح الباب الخشب بتاع الكنيسة، الحقيقة كانت المفاجأة كبيرة قوي. المرة دي أنا مش شايفة نور أو المسيح واتكلم معاه جوه الكنيسة، لا خالص. المرة دي أنا مش شايفة كنيسة خالص، المسيح في مجد وبهاء وجمال رائع فوق الوصف وفوق الخيال، وهو موجود في مكان الهيكل. أنا شايفة كل الكنيسة تحولت لهيكل، والهيكل من كل أزيال الهيكل، المسيح ده واخد الهيكل، ومن أزياله خارجة الحوائط، خارجة منه كده ومنورة حوالين المكان كله بسحاب منير، والأرض بتاعته كانت عاملة زي سحاب منور، زي البلور، زي بحر البلور اللي موجود في العرش. المنظر جميل قوي قوي، يفرح، لكن كله مهابة. الحقيقة أنا وقفت في مكاني على الباب، وبعدين يعني أنا جوايا راحة عجيبة قوي، النور مريح قوي، تحس إنك عايز تقعد هنا على طول. في نفس الوقت بسأل نفسي: أنا همشي على البلور ده، على السحاب والبلور ده؟ بص أنا ما فكرتش، أنا لقيت نفسي دخل بجري، بلور ولا مش بلور، إيه أنا عايزة أدخل أجري قدامه. ففعلا جريت قدامه وسجدت، دخلت سجدت، أنا ما نطقتش ولا كلمة. لقيته راح مادد إيده وراح حطتها على راسي، أنا حاسة بالإيد فوق راسي. أنا مش عايزة أتحرك من هنا، أنا هنا مبسوطة قوي ومش عايزة أخرج من المكان ده. شوية لقيت كل اللبس اللي عليا اتغير، هو لبس شكل المكرسات أو لبس الراهبيات بتاعنا في مصر، بس الحقيقة اللبس كان لونه أخضر فاتح. أنا برضو مش عايزة أتحرك من هنا، أنا مبسوطة قوي. بس شوية ولقيت نفسي قاعدة جوه مركبة، فاكرين أنا قلت لكم موضوع الجلوس جوه المركبة؟ حاسة جوايا باستقرار وراحة وسلام وفرحة ومهابة، بس المركبة دي كانت إيد ربنا. شوية وبسيط لقيت، يعني أنا قاعدة جوه، لقيت إن الإيد بتاخدني وبتنزلني على الأرض. الأرض ممهدة وحلوة، ولقيته بينزلني، بس هو ما لمس الأرض بإيده، يعني في قفزة كده من يعني أنا حسيت إن أنا قفزتها نزلت على الأرض. لقيت الأرض دي فيها برضو بعض الحفر، بس كل الحفر دي مليانة مية. الحقيقة أنا فكرت أنا مش عايزة أنزل من المكان اللي أنا كنت فيه من المظال الإلهية دي، بس لقيت نفسي لما نزلت على الأرض وهو رفع إيده، لقيت نفسي بجري على الأرض بالطول والعرض. عارفين اللي بتجري كأنها بتعمل صليب كده على الأرض في اتجاهات فعلا بالطول والعرض. حسيت جوايا راح أعدي الأرض،
بالطول والعرض وهعلن فيها الحياة. ما في موت هيسود، ده إلهي موجود وما فيش غيره إله. ده اللي أنا حسيته جوايا. بعدها بشوية لقيت ربنا بيبدأ يعني مثلا يجي في مرة يقولي قومي رش الدم، فبقيت أقوم وأصلي برش الدم زي الترنيمة اللي نزلتوكوا آخر مرة. لقيته بيدي بعض الكلمات اللي أنا أصلي بيها. لقيته كمان بيبعتني الناس، بس عايزة أقول لكم الذين ليس لهم أحد يذكرهم. مواضيعهم مواضيع صعبة جدا، عشان كده هتلاقوا في الفترة الأخيرة أن أنا بتأخر تماما في أن أنا أنزل لكم المواضيع أو أن أنا أشارككم ببعض المواضيع. لقيت برضو يعني حصلت بعض الرؤى تانية وحاجات تانية، بس هي دي كانت أهمها، لأن بعد كده كل حاجة بتخص ناس. اللي عايزة أقوله لكم إلهنا عظيم، بس عظيم قوي، وهنعدي الأرض بطول العرض وهنعلن فيها الحياة. ما في موت هيسود، ده إلهي موجود وما فيش غيره إله. اسمحوا لي أرفعك أسبحك أباركك أشكرك يا إلهي العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك، لأنك إلهي العظيم القدوس، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي، قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك وكرامتك، لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، لكل كرامة وسيادة ورئاسة وسلطان، لك الحكمة والغنى والقدرة، لكل شيء يا إلهي العظيم القدوس الحي الأزلي الأبدي. آمين.